فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن ينوب عن غيره فماذا يقول عند إحرامه؟ هل يقول لبيك عن فلان؟ من أراد أن يحرم عن غيره وأن ينوب عنه فماذا يقول عند إحرامه؟ هل يقول بالنية، يحرم عنه بالنية، ينوي أنه يحرم عن فلان. نعم. وإن قال لبيك عن فلان، لبيك عن فلان، لا مانع. نعم.